انا مش هادي شوف تيفي، تحية طيبة جميع المتابعين، كنحييكم مدينة وجدة. الحديقات خلال العائشة بالطبع من اجمل الحدائق المغربية بطبيعة الحال، وكبيرة بزاف كما كتشوفوا معايا، يعني روعة، حديقة جميلة جدا. الجمالية ديالها تسر الناظرين بطبيعة الحال. كنتمناو المزيد من الاهتمام إن شاء الله بهذه الحديقة هذه، لأنها من أجمل الحدائق بمدينة وجدة بطبيعة الحال كما كتشوفوا. إسباس فير كبير، نحاول نتسارعو فيها شوية. أول مرة كيطلع مباشر من هنا مع الحديقة. الناس تا وجدة كيعرفو هذا هاد الحديقة، فيها لابيسين، فيها للأسف لابيسين حد الساعة مسدودة، فيها حلبة للسباق. فيها الكلوب ديال لانتريمون، فيها التنس، فيها مجموعة ديال الأمور الجميلة هنا. كتشوفوا من أروع ما يكون. صراحة كتدخل هنايا كتنسى، كتنسى الهموم، كتنسى راسك طبيعة الحال. حديقة جميلة جدا كما كتبعوا معايا، اللي عمرو ما جا لهاد الحديقة يجي لوجدة، ننصحو أنه يجي يدير واحد سركيلة هنايا. حديقة من الوقت ديال الاستعمار كما كتشوفو، حتى الأشجار اللي فيها قدام بزاف. أجمل الحدائق المغربية صراحة. نشوف، نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر. شوفوا الجمال ديال هذا، كأنك في غابة. هذه في الوسط ديال وجدة، في سنتر ديال وجدة بطبيعة الحال. شوفوا الجمالية ديالها كي دايرة، تبارك الله ما شاء الله. من عشاق الطبيعة بطبيعة الحال، أنا كنسميها حديقة الأحلام هنا بمدينة وجدة. عندنا ذكريات ديال الصغر هنايا، عندنا مجموعة تاع الأمور. شوفوا الجمال ديال الأشجار ديالها، حتى الهندسة ديالها كأنك في حدائق الأندلس ما شاء الله. حديقة وجدية 100% كتشوفوا معايا، ورا كبيرة ما كانش غير هاد البلاصة، راه تمشاو فيها حتى ما نساليوش. يعني شادة واحد المساحة كبيرة، كاين حتى طاقم ديال الحراسة هنا ديال الأمن الخاص اللي قايم بالواجب ديالو، اللي كنحيوهم بطبيعة الحال. كنتمناو أنه لي زيسباس اللي كاينين في وجدة كلهم هنايا الإنسان كيجي هنا كيستمتع بالهدوء ديال هاد الحديقة، العصافير،
الأشجار ديالها، الخضرة، سبحان الله، اللي كتخلي الإنسان حتى نفسيا يرتاح كما كتشوفوا معايا. اللي كيشوف أول مرة مباشر تقدر يبان لك بحال احنا في شي غابة، ولكن الحقيقة هي أنه هذه حديقة العائشة، من أجمل الحدائق متواجدة نقدر نقول لكم في المغرب، جميلة جدا كما كتشوفوا معنا. والزوين اللي كان هنا كي كتجلس كتشم الريحة ديال هذيك الربيع ديال الطبيعة وديال، يعني واحد الإحساس جميل جدا رائع صراحة. هنا الطلبة كيجيو كيبريباريو، والتلاميذ كذلك. في الأيام ديال الويكاند العائلات كيجيبوا الأطفال ديالهم، و هنا كيستمتعوا بالأوقات بطبيعة الحال. إذا حاولنا نقربكم شوية، شوفوا الجمال ديال هذا المنتزه، جميل جدا. كاين واحد المنتزه داروه جديد في الخرجه ديال وجده، ولكن لا يضاهي صراحه الجمال ديال هذا الحديقه كما قلت لكم. هنايا جيت دير هنا السبور، جيت بريباري، جي مع العائله ديالك، سيكوريتي توتال، اللي فين ما كتمشي كتلقى لا سيكوريتي، تقدر تدخل هنايا بالدراجه الهوائيه ديالك تتحرك بطبيعه الحال. هنا مكان جميل